يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وبرضه هنتكلم من خلالها عن موضوع ناس كتير جدا الحقيقه بتعاني، مش مجرد بتشتكي منه، فكره السمنه وخصوصا السمنه المفرطه. اكيد كل واحد بيعاني من السمنه، بيعمل كل اللي ربنا يقدره عليه وبيحاول يدور على اسرع الطرق واكثرها صح، يعني صحي وفي امان من وجهه نظره، عشان يفقد من خلاله الوزن الزايد ده. اكيد الدايت اللي بيمشي مع حد مش بالضرورة ينطبق على حد تاني أو يعمل نفس القدر من النجاح مع شخص تاني، لكن برضو نرجع ونقول إن أكيد برضو في بعض الأمور اللي شبه ثابتة اللي بتساعد أي حد على إنه يفقد كتير من وزنه الزائد، زي مثلا الألياف الطبيعية الغير زائبة، وده اللي تحديدا هنتكلم عنه في الفقرة دي مع دكتورة ريهام الحياوي اللي منوراني في 10 الصبح في الأهلية. صباح الخير. صباح النور والجمال يا كريم. الحمد لله بخير. انت ايه حكاية بقى الألياف الغير زائبة؟ دي حل جميل جدا يا كريم ورائع. الألياف عامة هي زي أي حاجة عندنا في بننظف بيها بيتنا، المقشة، أي حاجة بتقدر تلم معنى كلمة تلم. أيوة. بره بنلم بيها تراب، جوه بنلم في جسمنا بيها السموم والدهون، أي خلايا متحورة بعد الشر بتتحور في جسمنا، دي بمثابة المصفى أو الشبكة اللي بتلم في جسمنا كل حاجة عاملنا مشكلة أو ممكن تتطور لمشكلة لاحقا، هي الألياف الغير زائبة. وطبعا طبعا هي حل رائع جدا لحل مشكلة السمنة، وبالذات بقى احنا داخلين خلاص الشتاء والبرد، وابتدينا البرد ابتدى يشد والناس ابتدت يا دكتور ناكل ايه الساعة بالليل نعمل ايه، عليكوا على الألياف الغير زائبة اللي هي بتعمل إيه؟ بتنفش في معدتنا، تدي حجم أكبر، فبالتالي كمياتنا المهولة بتاعت الشتاء، فتحة التلاجة بتاعت واحدة بالليل واتنين بالليل دي، نبتدي نسيطر عليها شوية بإن إحنا ناكل خضروات كتير، ورقيات كتير، نشويات معقدة زي الشوفان والفريك، الحاجات اللي هي يا كريم ليها طبقة صلبة مش بتدوب بسهولة، تلاقيها عند كبار السن يقولك مضغها صعب شوية، اعرف ان هي دي الحاجه اللي لما بتخش جسمك ما بتدوبش بسهوله وبتنفش معدتك. يعني في الشتاء ومع دخول موسم البرد والواحد بيدور على الدفى بكل الطرق وخصوصا من خلال الاكل، نلجا للالياف الطبيعيه الغير زائبه ونسيب المحاشي الزائبه اللي بتملى فراغ في المعده، يرضي مين الكلام ده؟ يعني كده انت بتدعو للمحاشي يا كريم، وانت ما شاء الله يعني محافظ على وزنك. شتا ودور على الدفا. والله هقول لك حاجه، انا بس عايزه اقول كمان مشكله مهمه جدا غير المحاشي والحاجات دي كلها، انا بقى اللي عايزه اقوله النهارده ان انت تقدر تاكل كل اللي نفسك فيه، اللي بنعمله في اكل في بيتنا، يعني بتعمليه لجوزك ولاولادك، لان بقت فكره مجهود ان انا اوصل الوزن المثالي، ورقه ان انا اعمل دايت مع دكتور، ولسته المتطلبات اللي بيطلبوها دكاتره التغذيه شويه مبالغ فيها، شويه غاليه، شويه بتخلي رحله الدايت مكلفه وصعبه وعبء علينا. فاللي انا بقى عايزه اتكلم فيه النهارده مننا في الشتاء والبرد ومقاومه الحاجات الحلوه اللي انت بتتكلم فيها، بطاطا وسحلب ومحاشي وحاجات طبعًا جميله طبعًا. طب ايه رايكم في اللي يديكوا حل جميل جدا يخليك تاكلي الاكل الطبيعي اللي عاملاه في البيت الغير مكلف نسبيا زي اكل الدايت، وفي نفس الوقت تاخدي الياف صفر سعرات حراريه؟ وده اللي انا عايزه اقوله بقى، الالياف اللي الزائبه اللي هتاخدها من الشوفان العادي ومن البليله ومن الحاجات دي كلها، هي فيها سعرات حراريه عاليه مش قليله، ما تعبان ما تاكل بوله شوفان تملى معدتك خدت بتاع 500 سعر حراري. طب انا النهارده عايزه اتكلم عن كورس متكامل بتقدمه شركه بايو ناتشرز، وبالمناسبه هي الوكيل الوحيد لمنتج بيستا، والارقام اللي ظاهره على الشاشه هي فقط الارقام اللي نقدر نتواصل عليها عشان نحصل على الكورس المتكامل بالهدايا بالمتابعات المجانيه، ومش بس كده صفحه الشركه بايو بيستا. طيب شركه بايو ناتشرز قدمت ايه حل؟ استخدمت الالياف الغير زائبه بتكنيك علمي رائع جدا جدا، اديتك كيس مفهوش سعرات حراريه وطعمه لطيف جدا بطعم التفاح، وانت بتشربه على كوبايه ميه قبل كل وجبه بتاكلها يا كريم في الشتاء بقى الشهيه فيه مفتوحه قوي، ده قبل فطارك وغداك وعشاك، فتلاقي ان في بالونه من الالياف الغير زائبه دي نفشت في معدتك، فانت قدامك بقى الاكل العادي جدا، المحشي والمكرونه والاكل الطبيعي بتاعنا المصري الجميل ده، بس كشري، ما احنا بقى المصريين انت بتشتغل بتنزل بريك في شغلك عند فبناكل كل الاكل المتاح عندنا يعني في الشارع، يعني مش هنحرم نفسنا من الاصناف اللي احنا بنحبها، مفيش حرمان، ودي اهم نقطه دلوقتي طبعا. احنا او شركه طبعا. بايو ناتشرالز بقى وفريقها الطبي اللي بالمناسبه بيقدم متابعه مجانيه لكل متابعين الكورس، ودي حاجه مهمه جدا جدا يا كريم ان انت تلاقي حد رقيب عليك وفاهم طب، فاهم التحاليل دي فيها ايه ناقص، فيها ان انا عندي نقص فيتامينات فيتامين دي اللي برده شركه بايو ناتشرالز بتقدمه على الكورس المتكامل اللي ظاهر قدامنا على الشاشة، وهو أكياس بيستا الألياف المليئة شوفان ردة قمح قشور السيليوم، مستخلص القهوة الخضراء اللي بيعلي معدل الحرق جدا عن طريق أنه هو أصلا غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ألب مالتي فيت المالتي فيتامين الرائع يعني الأقل
اقل مجهودا يعني انا باخد قرص واحد يوميا في اليوم بس بيديني كل احتياجي يا كريم. هو تقريبا يعني هم بيراهنوا ان هو من اكتر المنتجات المتواجده في الاسواق لانه هو موجود طبعا في الصيدليات، زائد اللي على ارقام تليفوناتنا بتاعت شركه بايو ناتشرز، وهي دي الارقام تاني هفكركم، دي الارقام بس المتاحه لشركه بايو ناتشرز الوكيل الحصري لبيستا وصفحتهم بايو بيستا، اللي تقدروا تطلبوا عليهم الكورس المتكامل وبتاخدوا من عليه المتابعه المجانيه الاسبوعيه خلال فتره الكورس، ومش بس كده خلال فترة التثبيت ما بعد الكورس عشان نحافظ على النجاح اللي احنا حققناه اللي هو تقريبا متوسطه من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده طبعا رقم رائع جدا يا كريم. على ذكر التثبيت دلوقتي، الشخص اللي وصل خلاص للوزن النموذجي في رأيه أو من وجهة نظره، هل يقلل بقى معدل يعني الأكياس اللي بياخدها دي، بدل ما كان بياخدها 3 مرات في اليوم يقللها مثلا لواحدة أو 2 في اليوم؟ طيب ده طبيعي هيحصل اوتوماتيك، لان انت شخص ماشي على الكورس بقالك عدد من الشهور فقدت 30 40 كيلو لغايه لما وصلت للوزن اللي احنا او الفريق الطبي محددينه لك، وانت بتقول لهم انا بحلم بيه اصلا، فاحنا وصلنا لهدفنا وللشكل المثالي وللمقاسات الحلوه وللبشره الحلوه والنضاره اللي انت اي حد بيتطلع ان هو لما يخس يبقى شكله حلو، محدش يقول له انت مالك شكلك تعبان ومرهق وعيان. كل ده شركة بايو ناتشرز وفرته بالكورس المتكامل بكل العناصر بتاعته، الهدية فيتامين دي، المالتي فيتامين، والأكياس المليئة. طيب أنت دلوقتي في فريق طبي بيقدم لك مساعدة أنا بسميها تيلورينج، تفصيل، يعني اللي ريهام هتمشي عليه غير اللي كريم هيمشي عليه غير أي حد هيمشي. أنتوا لو أسرة دلوقتي تواصلتوا على أرقام التليفونات بشركة بايو ناتشرالز، كل شخص هيكون ليه نظامه بطريقته المناسبة، أولا لسنه، مشاكله الصحية، أسلوب حياته، أنا كبير في السن قاعد في البيت حركتي ضعيفة جدا، ولا أنا طالبة جامعية وبنزل وبتحرك وبركب مواصلات، شهيتي شكلها إيه. خلي بالك يا كريم، في ناس اسلوب حياتها اصلا ما بيديهاش الفرصه ان هي تاكل اكتر من مره واحده في اليوم. أيوة. فبالتالي مش هياخد 3 ساشيتس في اليوم او 3 اكياس بيستا في اليوم. لكن هننسق معاه في الوجبه دي احنا هنعمل ايه، وهناخد البيستا وبقيه العلاجات بتاعتنا بشكل ماشي ازاي. فتاني هقول لك ان احنا لما بنتواصل على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا، بتقدر يكون في فريق طبي متكامل حريص على مصلحتك بان هو يعرف كل تفصيله تخصك ويرشدك على الطريق الصح والمنظومه الصح اللي نمشي عليها. بس زي ما قلت لك، اكيد بكل الاشكال التثبيت بيكون مرحله اهون بكتير واسلس بكتير، سواء كم المكمل الغذائي اللي احنا بناخده في كورس بيستا او اسلوب اكلك، هتلاقي ان في تغير كتير، خصوصا فرحتك ان انت فقدت وزن كبير وبقيت اخف واصح، بيخلي الموتيفيشن مختلفه خالص يا كريم. طيب كتير من الناس اللي عندها مشكله سمنه بتلاقي معاها بالتبعيه مجموعه امراض بتاخد لها علاجات. طبعا. فهل بيستا ممكن يكون بيتعارض مع اي علاج، سواء كان العلاج ده لمرض مزمن او لمرض عادي مش مزمن؟ الناس عندها مثلا برضو اصحاب الاوزان الثقيله بيبقى دايما عندهم مشاكل في الركب وفي العمود الفقري وفي العظم والنوع ده من الامور، وقد يكونوا بياخدوا له علاج، فهل في اي تعارض عموما بين بيستا وبين اي علاج؟ لا خالص، ده بالعكس بقى تماما. انا عايزه اقول لك ان في حاجه رائعه جدا في منتج بيستا، ان هو عشان زي ما قلت لك هو مكون من موضوع حلقتنا النهارده وهو الالياف، فهي حاجه تقريبا لكل الامراض يا كريم، كل الامراض غير مرض السمنه. أوكي. بتضيف يعني بتساعد جدا جدا ان هي تعدل معدلات السكر، لو انا مريض سكر، مريض ضغط، كوليسترول، لسه بقول لك بتعمل شبكه بتلم الدهون اللي ماشيه في الدم. بيساعد على تظبيط مشاكل كتير جدا ممكن بيقابلها الشخص اللي عنده امراض مزمنه. مش بس كده، في الكروميوم بتركيز 500 مللي جرام وفيتامين سي، ودي مش ناس كتير تعرف المعلومات دي يا جماعه. الكروميوم الموجود بالتركيز المحترم ده اللي شركه بايو ناتشرز حطته في منظومه الكورس، ده بيساعد على ايه بقى؟ حل مشكله مقاومه الانسولين، اللي هي طبعا نمره واحد عند النوع التاني من السكر الناس كتير معرضه ليه، سواء هي عرضه ان هو يجي لها او عندها اصلا السكر. فانت بتدخل حاجه بصوره غير مباشره احنا بنعتبرها علاج، لان انت هتلاقي نفسك بالالياف، بالكروميوم، بفيتامين سي اللي بيخلخل الدهون الموجوده في الخلايا عندك ويستعيد عن النشويات، يستخدمها هي كمصدر طاقه للجسم، فبالتالي الدهون الضاره في جسمك والدهون، الناس اللي عندها مشاكل دهونها عاليه جدا، يعني انت عارف يا كريم في ناس رفيعه جدا جدا بتيجي تعمل الايم بادي وتبعته للفريق الطبي على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، يبقوا مقتنعين ان هم جسمهم صحي، يتفاجئوا ان هم عضلاتهم ضعيفه قوي قوي والدهون عندهم عاليه جدا اللي موجوده في الدم اللي هي الضاره اللي ممكن بعد الشر تعمل لهم جلطات ومشاكل وذبحه. فانت مش بس بتخسس المريض، انت بتعالجه وبتحميه بصوره كبيره جدا من ان هو التعرض لاي مشاكل لا قدر الله صحيه، خصوصا
انت دلوقتي ناس كتير بتعاني من التوتر والاستراس، فشباب طبعا. وناس كتير صغيرين في طبعا. السن بيجي لها السكر نتيجه استراس، بيجي لها جلطات نتيجه الاستراس، فانت بتحل المنظومه بان انت بتديني فيتامين دي اللي جسمي فعلا محتاجه بقوه جدا جدا، كل عناصر الفيتامينز في قلب مالتي فيت، مستخلص القهوه الخضراء اللي بيعلي معدل الحرق بصوره فعلا ملحوظه، وطبعا الباكج الرائع بتاع بيستا اللي هو الالياف الغير زائبه بالكروميوم وفيتامين سي، فانت اديت للشخص منظومه كامله بتصلح مشكله الامراض المزمنه بمنتهى الطريقه الامنه يعني. طيب تعالي بقى نشوف ترجمه عمليه صوت وصوره لحاله من الحالات اللي اتعاملت مع بيستا، نشوف التجربه كانت عامله ازاي ونرجع بعديها نكمل الكلام. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنه، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكله، ضربات قلبي كانت سريعه، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليله. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. طب الحمد لله التجربه كانت ناجحه. ده يبقى خلينا نروح لأسئلة السوشيال ميديا، لأن في ناس كتير الحقيقة بتبعت لنا، بس احنا بنحاول يعني الأسئلة اللي بتبقى متكررة بنستثنيها يعني. مهم، سؤال من نسمة أحمد بتقول أنا عندي 32 سنة بعاني من السمنة بقالي سنتين وبسببها جالي القلب، هل الكورس ده هيتناسب معايا ولا لا؟ جدا، ده لسه سبحان الله يا نسمه، ده اللي انا كنت لسه بقوله قبل بالظبط التقرير. بيستا يا جماعه تاني هقول وعايزه ااكد تاني واوضح ان انتوا تقدروا تتواصلوا مع فريق طبي متكامل من خلال بس الارقام اللي ظاهره على الشاشه، عشان شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لبيستا، وطبعا صفحه البرنامج بايو بيستا، دول المكانين طبعا والصيدليات، دول الثلاث اماكن اللي نقدر نتواصل وناخد بيهم الكورس اللي احنا بنتكلم عنه، ان هو طبعا كريم مرخص وزاره صحه، فبالتالي هو امن لكل الاعمار ولكل الناس اللي بتعاني من اي مشاكل او امراض مزمنه. وطبعا انا يعني انا طول الوقت بقول اي حد عنده اكيد مشكله او مرض مزمن هو عنده طبيب الاستشاري الخاص بيه، سواء زي ما انت قلت عندنا مشاكل في الركب فانا بروح لدكتور عظم قال لي لازم نفقد وزن عشان التقل والحمل اللي على ركبنا. وطبعا لازم نقول معلومه مهمه جدا برضو يا كريم، الناس اللي تقول لك روح اتحرك وانزل وتمشي واعمل رياضه وانت اصلا مشكلتك في الركب او في المفاصل، عندنا مشكله عمرنا ما نبدا مع النظام الغذائي ان احنا نعمل رياضه. فبالتالي بيستا من الحاجات الرائعه جدا لان بيساعدك يعني تقطع شوط رائع جدا من 8 ل 12 كيلو شهريا، ده يا كريم بيخلي الناس تشيل حمل ولود كبير جدا طبعا. من على ركابهم وعلى مفاصلهم، لو يديهم كمان حافز قوي جدا عشان يكملوا الرحله ويقدروا بقى ينزلوا بعد كده يمارسوا رياضه بسيطه على قد قدراتنا، نتمشى تمشيه بسيطه، فهو حل رائع جدا بيخلي الشخص لا يمشي على دايت، لان الدايت للاسف دلوقتي بقى زي ما قلت لك عبء، ناس كتير بتجري منه شويه طبعا. وفي نفس الوقت فكره الرياضه اللي برده ما بقاش فيه متسع من الوقت او صحتنا وزننا الزايد مش مساعد. فشركه بايو ناتشرال زي ما بقول قدمت الكورس المتكامل، اولا اللي خلى عظمك ومفاصلك فيتامين دي اللي انت يعني عندك نقص فيه نتيجه عدم التعرض للشمس بالصوره الكافيه، اداك كل الحاجات، حتى الشهيه اللي ثلاث ارباع ناس بتشتكي منها، شهيتنا يا دكتوره شهيتنا في الشتاء صعب جدا السيطره عليها مهما كنا بنتابع مع دكاتره، فاحنا اديناك ده في كيس بسيط جدا من الالياف عديمه السعرات، شوفان، رده قمح، قشور السيليوم، على كوبايه الميه قبل كل وجبه، وسيب الموضوع على بيستا، هو هيخلي الشهيه ان شاء الله يعني كنترولد ومتحكمين فيها جدا زي الفل. طيب عندنا استغاثه من عروسه، اوكي ايوه، في منار سامح بتقول انا رحت لدكتور تغذيه وقال لي ان حرقي قليل جدا وبخس بصعوبه، ولما بمشي على النظام الغذائي بخس بالكثير 2 كيلو في الشهر، وانا فرحي بعد 3 شهور ومحتاجه اخس، فهل الكورس هيزود نسبه الحرق عندي وينزلني في الوزن ولا مش بالضروره؟ لا والله يا منار، يعني بغض النظر عن انت بتستغيثي دايما زي كل البنات قريناتك في يعني في اخر لحظه الحقوني انا عايزه احل كل مشاكلي قبل الجواز، بس هي عندها 3 شهور اهو، 3 شهور ده حلوين جدا يعني، لان احنا بنراهن دايما ان احنا الكورس من 8 ل 12 كيلو، والحمد لله ده كل متابعين اللي ماشيين على كورس بيستا بكل العناصر اللي احنا متفقين عليها المتابعه الاسبوعيه، الحمد لله 8 ده فعلا يا كريم اقل حد خس
عندنا. فدي يعني هنقول متوسط 10 كيلو بينزلهم. ما ده اللي هقوله. لو قلنا 4-5 شهور 6 شهور ممكن يبقى في ما في ناس بتبقى عايزه تنزل 60 كيلو بالظبط كده. فبتحقق ارقام الناس اللي بتروح تدخل تعمل عمليات جراحيه فيها خطر على الحياه طبعا. وفيها حاجات وفيها مصاريف عاليه جدا. خلي بالك بالظبط. ومشكله ثانيه ده مشاكل بيقابلوا مشاكل بقى بعد كده يا كريم فظيعه. لان هو خلي بالك بيفقد الكتله العضليه ما بيفقدش الدهون. دي نقطه. عنده مشاكل كبيره جدا في امتصاص المعادن والفيتامينات. فانت لما يقدمك فرصه تخس بطريقه امنه سهله وانت قاعد في بيتك بالياف بحاجه بتشربها قبل الاكل ومحدش بيقول لك لا مارس رياضه ولا امشي على ورق الدايت ولا انزل روح للدكتور. قدمنا لك الخدمه من خلال ارقام تليفونات صفحه بايو بيستا بطريقه بسيطه جدا ومجانيه. فاعتقد انه حل ممتاز جدا ان انت تخس. وده الحمد لله بقى بما ان هي عروسه انا عايزه اوجه لها الرساله دي ولاي حد بيتفرج علينا سواء عروسه او غير عروسه. ميزه كورس بيستا يا كريم انه بيشتغل عكس كل طرق الخسيه سواء بالون سواء عمليه سواء دايت عادي جدا تقليدي من اتعودته عليه. دايما بيبقى في مشاكل ما بعد الدايت. هنا الموضوع مختلف. هنا انا باخد منتج اولا كل مكوناته طبيعيه مش بس طبيعيه حاطين زي ما انا قلت نسب من كل الحاجات اللي انا قلتها كروميوم فيتامين سي الكارنيتين بتساعد ان يحصل نحت قوام. انا مش بس بفقد دهون وعضلاتي زي ما هي ممتازه جدا جدا انا كمان جسمي بحس ان انا مثلا اللي بتكلمنا دي كان وزنها قبل كده 60 كيلو دلوقتي 70 لما كانت 60 قبل كده مثلا كانت بتلبس ميديوم مع كورس بيستا لما بتوصل تاني لل 60 بتاع زمان بتقول انا بقيت بلبس سمول. انا مقاساتي انا دلوقتي على نفس الميزان بتاع زمان اللي نفسي فيه بس انا جسمي شكله اتنحت. ودي بقى ده فيدباك جالنا كتير جدا يا كريم من بنات كتير جدا والناس اللي ولدت وعندها مشاكل في البطن السفليه فطبعا بيبقى في فرحه رهيبه ان هي رجعت للوزن بتاع زمان بمقاس اقل. لكنوا الرجاله كمان بتنحتوا ولا ايه؟ طمنيني. ما هو كله ما دي بقى حاجه حلوه بقى. ما هو عند اي حد عنده مشاكل سمنه موضعيه يا كريم في منطقه البطن الكرش طبعا. عارف انت المشاكل دايماً عندنا دايما الدهون اللي في منطقه البطن دي بتبقى هي الاصعب على الاطلاق في التعامل معاها. دي حقيقة. عارف ليه بقى؟ علشان دي دهون مقاومه الانسولين. يعني اي حد عنده منطقه البطن السفليه هو عنده مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين ده العائق اللي دايما بيقف بينك وبين فقدان الوزن وفكره ان الدايت يجيب نتائج حلوه. زي بالظبط البنوته الجميله اللي فرحها هي بتقول انا مهما اعمل دايت بخس 2-3 كيلو في الشهر مع اني بكون ملتزمه. فانا يعني انا هعتبرها شخص صادق او يعني تقييمها لنفسها كويس لان انا احنا الفريق بيقابل لما بنتصل على الارقام ناس كتير بتقول انا ماشي على دايت ويرونا الدايت بتاعهم بيكون دايت فعلا قاسي يا كريم وبيخسوش عليه. ليه؟ عندهم مشكله مقاومه انسولين. طب احنا حليناها بايه؟ حليناها بالالياف الغير زائبه. معلش سؤال عشان لا قولي طبعا عن جهل مني. الانسولين ايه علاقته في اللي بيتقال؟ ايه علاقته يعني بايه؟ معلش انا اسف بالكلام اللي بيتقال يعني هقول لك بقى حاجه. الناس اللي عندها مشكله في التعامل مع الانسولين هقول لك بقى حاجه لطيفه جدا. الانسولين يعني بالظبط اللي بيحصل ايه في جسمنا؟ سيادتك بتاكل من هنا حاجه كبيره حاجه قليله بس كل ما كانت حاجه وحشه يعني الحاجات الممنوعات الانسولين بيضرب في السماء فجاه. طب اللي ضرب في السماء ده حصل ايه؟ خزن لك دهون على طول. ده رد فعل الجسم. اوكي. فين بقى اكتر حاجه؟ منطقه البطن السفليه يليها المناطق التانية. يبقى هو ده رد فعل الجسم للناس اللي عندها مشكله في الانسولين او بتاكل اكل طول الوقت مش كويس. والناس دي تبقى الدايت بالنسبه لها اصعب شويه. اصعب. فيعملوا ايه؟ صيام متقطع. يعني كل ما كانوا قللوا الويندو بتاع الاكل. يعني ايه؟ كلت انا في 8 ساعات بس من اليوم وسبت بقيه اليوم انا قافل بقي. وده بينفع جدا مع بيستا. يعني انا عندي الناس اللي متابعه المتابعه المجانيه مع فريقنا الطبي على الارقام وعلى الصفحه يا كريم. الناس اللي قدرنا نفهمهم الصيام المتقطع ودخلوه في نطاق الكورس. يعني انا دلوقتي عندك 8 ساعات في اليوم بتاكل فيهم 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات. خدت قبل اول وجبه في الثلاث ساعات الاولانيين كيس بيست على كوبايه ميه وقبل الوجبه الثانيه وقبل الوجبه الثالثه. انت بقيت عندك قدره تصوم الصيام المتقطع في 16 ساعه تانيين اسهل بكتير جدا من اي حد مش ماشي على كورس بيست. وفي نفس الوقت انت طلعت اقصى استفاده من الكورس ومن الصيام المتقطع لما دمجتهم مع بعض ولقيت نفسك بتخس بقى بمعدلات. عايزه اقول لك الحمد لله الحمد لله فريقنا الطبي زي ما قلت اللي هتتواصلوا معاه على الارقام وعلى الصفحه عشان اولا تاخدوا متابعه مجانيه وثانيا تاخدوا فيتامين دي 3. الحاجه اللي احنا لقيناها وبصوره متكرره جدا جدا ان معدلات الخسيه بتوصل ل 15 و16 كيلو عند الرجال ده عنصر وعند السيدات اللي بتاخد مدرسه الصيام المتقطع مع الكورس المتكامل بتاعنا وبتنتظم عليه وبتمشي عليه بكل العناصر المالتي. مش كتير كده يعني صيام متقطع مع الكورس؟ لا ما انا هقول لك بقى حاجه. انا ليه بقولها لكم دلوقتي قاسي شويه؟ لا احنا ما بنجبرش حد. انا لسه بقول لك ميزه كورس بيستا انت ما بتعملش دايت
ما بتلعبش رياضه، فانا مسهله لاي شخص يا كريم عنده اي مشاكل في الحاجات دي كلها، مشاكل بتاعت زمان في الالتزام والدايت والشهيه والرياضه، انا قلت لك هديك الحل من غير ده، بس انا اديتك اوبشن تاني، ما انت مع فريق طبي استغلوه يا جماعه، كلموه وافهموا منه واستغلوا خبراته واستغلوا انتوا برضو قدراتكم عامله ازاي. جميل، كالعاده بنسعد وبنستفيد بوجودك معانا في كل مره، نورتينا كالعاده، شكرا جزيلا لوجودك معانا، واكيد الشكر موصول لحضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. عايز بس قبل ما اختم اقول لزميلنا العزيز وليد عوض مدير الانتاج، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، النهارده عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا وليد، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه واشوفكم على خير باذن الله، الى اللقاء.